مصر جميلة بكل شيء فيها. مصر جميلة بوجود مؤسسات عظيمة زي مؤسسة الأزهر الشريف اللي بتنير العالم الإسلامي كله بثقافاته، بالإسلام الوسطي المحترم، بفكرة الإسلام الصحيحة عن أو في العالم كله. مصر جميلة بنتكلم هنا على الدور الحقيقي والدور اللي بقاله من أكتر من 1000 سنة للأزهر الشريف موجود في العالم الإسلامي كله، وده بالتأكيد موجود في بلدنا الحبيبة مصر. النهاردة هنتكلم عن دور الأزهر الشريف ودور أبنائه حقيقة، وكونوا رابطة كبيرة جدا. بتتكلم عن الرابطة العالمية لخريجي الأزهر. فكرة الرابطة دي جت من خلال الملتقى العالمي الأول لخريجي الأزهر، وده انعقد في القاهرة في ربيع الأول سنة 1427، وده كان في إبريل سنة 2006 تحديدا. رأوا أنه هذا الملتقى لابد أن يكون موجود في تواصل بين خريجي الأزهر الشريف في كافة أنحاء العالم، عشان يبقى في تواصل، يبقى في الاطلاع على ما هو جديد من خلال العلوم الدينية اللي بنشوفها وبنسمعها وبيقدمها لنا الأساتذة الأفاضل من رجال الأزهر الشريف، اللي دايما وبنقول دايما طول ما الأزهر موجود ورجاله واللي اتعلموا من خلال هذه المنارة العظيمة، طول ما هيكون في إسلام وسطي، طول ما هنوصل بالإسلام العظيم كل أنحاء العالم في مصر جميلة. اسمحوا لي أرحب بضيفي وضيف حضراتكم الأستاذ الدكتور سيف قزامل، عضو الرابطة العالمية لخريج الأزهر. صباح الخير يا فندم، وأهلا بحضرتك يا دكتور. صباح طيبين وعام مبارك، يوم طيبة، كل سنة حضرتك طيب. المسجد النبوي الشريف وعيد الميلاد تمام. دكتور سيد، يعني دكتور سيف، يعني الأزهر لما بنتكلم عنه بنحس بفخر، وبنحس بقد إيه الإسلام جميل، وبنحس بقد إيه الإسلام وسطي، وعارفين ولمسين دور الأزهر في أفريقيا وفي الدول الخارجية، وبالدليل إن هم بيجوا الناس المسلمين اللي مش مصريين بيجوا هنا مصر عشان يتعلموا في الأزهر الشريف. دور الأزهر الشريف من القوى الناعمة المهمة جدا في أفريقيا وعشناه ولمسناه. أنا عايز حضرتك تحكي لي أكتر، يمكن طارق إدى فكرة عن الرابطة نشأت إزاي، حضرتك تدينا فكرة أكتر وتقول لنا أهم دور للرابطة دي في الفترة القادمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. وكرر التهنئة بالعام الجديد لذكرى ميلاد سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم وذكرى ميلاد سيدنا عيسى عليه السلام. فرحة كبيرة في هذه الأيام الطيبة، يعني المصريين جميعا والمواطنة الجميلة الكل يفرح للآخر، هذا يعني ما نشعر به جميعا، لا نشعر يعني الفواصل ولكن يفرح بعضنا للآخر. الأزهر حقيقة واكتسب هذه الثقة العالمية من وسطية الفكر الأزهري الجميل، فكل من خرج إلى بلده ونشر يعني آراء الإسلام الوسطي فالدول بتبهر بهذا الفكر. يعني حينما أنا زرت ماليزيا قريبا وجدت هناك يعني أكثر من وزير شغل، يعني خريج أزهر شغل منصب وزير وسفير، وهؤلاء يدينون الأزهر بالولاء، والناس حينما ترى يعني عالما أزهريا بهذا الزي يأتون إليه ويحاولون تقبيل يديه بيجروا عليه ما أمكن. والله يعني أمر غريب، يعني احنا شفنا ده الفكرة بعينينا برضه. والله أنا شفت وأحاول يعني أن أرفع يدي بكل الطرق، ويعني ويعني ويعانقونك يعني لم يستطيعوا يعني تقبيل اليد. هذا يدل على ان هذه القوة الناعمة فعلا كما ترى فضيلتك لم تكتسب هذه المكانة لدى العالم كله الا من ان الأزهر لم يتعصب لمذهب معين او لسياسة معينة، وانما يعني يعلي كلمة الله سبحانه وتعالى، التفسير الواضح لكتاب الله تعالى بدون تحيز او نشر فكر معين، خدمة السنة الشريفة، خدمة المذاهب الإسلامية، كل التراث الإسلامي كله من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عصرنا هذا. يعني هذا هذه المدرسة العلمية العريقة يعني فيها تراث الفكر الإسلامي كله، يعني في هذه المنطقة المباركة في أرض مصر، لأن مصر مباركة. نعم. وذكرها الله تعالى في القرآن الكريم. نعم. 4 مرات بالنص عليها ومرات كثيرة بالإشارة، يدل على أنها مباركة. نعم. يعني حينما يقول تعالى والتين والزيتون
وطور سنين وهذا البلد الأمين. يبقى تين وزيتون إشارة إلى منطقة بيت المقدس. نعم. وبين طور السنين طور سيناء. طور سيناء. كلام الله تعالى عليه موسى عليه السلام. نعم. وهو كلام الله. وهذا البلد الأمين يبقى يعني مكة المكرمة. يعني هذا يدل على وانظر إلى قوله تعالى ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. نعم. وبعدين قال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرم مسواه بالنص صراحة على, نعم. على مصر. وبعدين انظر إلى فرعون عليه اللعنة أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. ويقول تعالى لموسى وهارون استبوا لقومكم بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة. وبعدين بقى أكثر من 20 إشارة إلى مصر. نعم. نعم. يعني انظر وقال رجل من أقصى مدينة ياسا وجاء رجل من أقصى مدينة إيه مصر. يعني آيات كثيرة بقى يعني أكثر من 20 موضعا إشارة يدل على أن هذه البلد بعون الله تعالى وبأمره وبمشيئته محفوظة. يعني قل لي يعني أي البلدان ذكرت بهذه الصورة؟ صحيح. لا يمكن. الحقيقة فضيلة الدكتور وده شيء مطمنا جدا. أنا هاخد مثال حي فيما حدث في الأربع سنوات السابقة من يعني حرب شنيعة وحرب كبيرة جدا على هذا الوطن العظيم اللي هو ماسك الأمة العربية والوطن العربي كله لامم خيوطه كلها وهي مصر. النهاردة دور الأزهر هنا وزي ما حضرتك عارف الصورة اللي صدرها جماعة الإخوان الإرهابية عن الإسلام بهذا الشكل اللي احنا شفناه والقتل وسفك الدماء والحرص على وجود الكرسي بأي شكل وبأي ثمن. النهاردة الأزهر الشريف اتحطت خطط مؤخرا عشان تقدر تجابه هذا الفكر، اتحط فكر جديد، دور الخطابة نفسه أو الخطاب الديني نفسه في المساجد النهاردة بقينا بنشوفه مختلف. كلمنا من فضلك عن دور الأزهر. هو حركة الأزهر طبعا في معاهد أزهرية. نعم. الجامعة والدراسات العليا الرابطة العلمانية خريج الأزهر سلسلة في الحقيقة هامة جدا يعني يكمل بعضها البعض. طبعا بالنسبة للرابطة عشان خاطر برضو إحياء لدور الرابطة. نعم. فضيلة الإمام الأكبر هو رئيس مجلس إدارة الرابطة، المعالي الأستاذ الدكتور محمد عبد الفضل القوصي وزير الأوقاف الأسبق هو يعني نائب رئيس مجلس إدارة للشؤون العلمية والثقافية، اللواء أسامة ياسين أيضا نائب رئيس مجلس إدارة للشؤون المالية والإدارية، والرابطة لها فروع في كلية أصول الدين فيها علم الحديث. تصور بقى علم الحديث ده يعني متخصصين فيما يتعلق بسند الحديث ومتن الحديث وما يتعلق بالجرح والتعديل ويتعلق بشروط مثلا الراوي وكل فترة من فترات الحديث حتى ترى أن السنة محفوظة بحفظ القرآن الكريم. نعم. وبالأزهر الشريف. نعم. لأن هذا يدل على أن الأزهر الشريف حفظه الله تعالى وحفظ مصر ببركة هذا المعهد العريق هذه الجهة العريقة، لأن الله تعالى طالما تكفل بحفظ القرآن تكفل بحفظ السنة وهذا الأزهر ومصر تنفق على الأزهر أيضا لأن هذا خدمة الإسلام وخدمة القرآن الكريم وخدمة للسنة الشريفة. فإذا بترى أن اللجان العلمية
وكيل الأزهر يرأس لجان مناهج العلمية لتنقية كتب التراث الموجودة، كل 3 سنوات لابد من إلقاء نظرة ومسايرة الأمور الواقعية ما يتفق مع الواقع وما يمكن يعني تخفيف من المناهج. هذا يدل أيضا على يعني نريد أن نصل إلى المستوى الخريج يحقق الغاية. نريد في النهاية أن حتى من يتخرج إلى من الأزهر يعني هذه الرابطة تقوم بالربط بين هؤلاء لنشر الفكر الوسطي. شوف فضيلة الدكتور، أنا عايز أتكلم على جزئية مهمة جدا وهي فضيلة الحوار ما بين الناس جميعا. هنا كان بينظموا الدين الإسلامي وبينظموا الأزهر الشريف عبر علمائه الأجلاء زي أمثال حضرتك وغيرهم من اللي احنا بنقابلهم من خريجي هذه المؤسسة العظيمة. النهاردة رابطة خريجي الأزهر عملوا إيه في الجزئية دي؟ التواصل إزاي مع الناس؟ تصحيح المفاهيم المغلوطة اللي يمكن في الفترة الأخيرة كانت بعض القضايا اللي أنا بشوفها أنها سطحية جدا وتافهة جدا، بيحاولوا أن هم يظهروها على السطح، يعملوا حوار مجتمعي عشان نغفل عن ما هو أهم. تفضل فضيل الدكتور. لا شك أن الرابطة لها يعني أدوار مهمة جدا، من أهمها أن تعيش في إطار المسائل والمشاكل المعاصرة بحيث تظهر يعني وجه الحقيقة في هذه الحوارات، يعني الندوات التي تجريها الرابطة. والمؤتمرات الدولية العالمية، يعني سنة 2007 وكل عام تقريبا 5 أو 6 أعوام عقدت مؤتمرات دولية تهم العالم الإسلامي والحضارة الإسلامية وإبراز الهوية الإسلامية. يعني حتى لا تغيب الهوية الإسلامية. أستاذن حضرتك، بس أنا عايز أنوه بس أنه هو كان حصل عطل فني يعني خارج عن إرادتنا، لكن إحنا قدرنا أن إحنا نرجع تاني على طول، فيمكن بس يمكن كان العطل اللي حصل دوت، فيعني حقكم علينا يعني حصل خير يعني معلش ونكمل مستقبل على طول. هي كانت ثواني يعني مش اكتر يعني. اتفضل. بترى ان من مهام الربط ايضا ان تعيش في يعني فيما يتعلق بالهويه الاسلاميه، الحضاره الاسلاميه، الامه الاسلاميه، ان تحاور الراي الاخر في اطار الندوات العلميه، في اطار الـ 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 يعني مثلا المؤتمر الاخير للازهر مثلا، التطرف والارهاب، الغلو والتطرف والإرهاب، ده يعني لما استجد في العالم الإسلامي فكان الأزهر قام بدور بهذا المؤتمر الدولي العالمي. والذي له صدى في العالم كله، يعني لأن طبعا وفاة الإمام لم يأتي مثلا بالأزهر فقط والإخوة المسيحيين وأهل السنة فقط، لا أتى أيضا بالشيعة حتى يعيش الكل في القضية اللي هي فرضت نفسها على الساحة الدولية الآن. فعندنا الوافد يجد في الرابطة مناخا طيبا، يتعلم اللغة العربية قبل أن يلتحق بالجامعة. ودي جزئية مهمة فضيل الدكتور. نعم. تعلم اللغة العربية الصحيحة. واضح أن كان في خطأ تاني، يعني خطأ فني من مصر كنترول من المبنى، إحنا خارج عن إرادتنا، فيمكن لو حصل الخطأ فإحنا بنعتذر تاني للسادة المشاهدين وبنستكمل مع بعض حلقتنا. تفضل. الرابطة تركز على الوافد. لأن عندنا 40,000 وافد في جامعة الأزهر، فهؤلاء يعني يأتون يدرسون اللغة العربية أولا لمدة عام، يشرف الرابطة تشرف على وأيضا النواحي الاجتماعية والرياضية والتثقيفية وما تودينية وما إلى ذلك. يعني هؤلاء في رعاية برضا الرابطة ترعاهم وتقدم لهم يعني ما يتعلق بالناحية التأهيلية والتثقيفية وما إلى ذلك. فيه في الرابطة أيضا تعليم عن بعد لمن يعني يريد ان يعني يتعلم عن تعليم عن بعد، ايضا موجود في الرابطه. الرابطه من مهمها ايضا النواحي الرياضيه، يعني لها مجال كبير في النواحي الرياضيه، مهم جدا، لها مجال في المكتبه المركزيه ومتابعه يعني ما يتعلق بالمكتبات وتشفير مثلا ما يتعلق بالعلوم الحديثه وما الى ذلك. لها نشاط كبير جدا في الندوات، لا نشاط جدا في المحافظات. احنا مثلا في رمضان مثلا في الغربيه، تصور مثلا كل مركز كان له نصيب من اللقاءات والندوات. النوادي الرياضيه في المدن الحقيقه ده دور مش غريب على رجال الازهر والازهر الشريف، لانه ده الدور الحقيقي وهو توصيل الاسلام او مفاهيم الاسلام الصحيحه الوسطيه، وانا بكرر الوسطيه، وده واجب وطني علينا. والوسطيه اكتر من 1,000 مرة عدد سنين الأزهر بوجوده في مصر. فضيل دكتور بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا، ربنا يوفقكم، والمجهود اللي بتعملوه مجهود ضخم ومطلوب
في المرحله اللي احنا فيها، مش عشان مصر بس، عشان الاسلام في العالم كله، ليس العالم الاسلامي فقط. شكرا جزيلا للاستاذ الدكتور سيف قزامل، عضو رابطه خريجي الازهر العالميه. شكرا جزيلا. شكرا فندم. مشاهدينا الكرام، هنطلع فاصل سريع، فاصل مصر جميله، وهنرجع تاني نتكلم عن مبادره تنشيط السياحه من خلال التذكره الموحده. ايه موضوع التذكره الموحده ده؟ ده اللي هنشوفه مع بعض بعد الفاصل مع الدكتور محمد عبد الصمد، امين عام مجلس علماء مصر. يلا فاصل.